دلوقتي هنتكلم مع حضراتكم عن عداء أمريكي عمره 70 سنة، قدر إنه يقطع مسافة 100 متر في أقل من 14 ثانية، وطبعا ده خلاه يكون حديث لكل المهتمين بالرياضة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت الناس إنها تشارك الصور بتاعته أثناء السباق بعد النتيجة القوية والاستثنائية اللي هو حققها. السن مجرد رقم. الكلمات دي كانت الشعار اللي رفعه مايكل كيش العداء الأمريكي صاحب السبعين سنة اللي أذهل الجمهور في حدث بين ريليس الرياضي الأسبوع اللي فات، وده بعد ما أنهى 100 متر في أقل من 14 ثانية وقدر يتجاوز كل منافسيه وحقق رقم استثنائي في زمن أدهش الجماهير اللي حضرت المباراة. كيش بدأ في الجري وهو في سن 59 لما نصح واحد من أصدقائه إنه يقدم في أولمبياد نيوجيرسي. وقتها كيش كان بيمتلك قوة محدش يقدر يستهين بيها، لدرجة إنه كان بيطلع بشكل متكرر على المنصة في أحداث M65، وفي 2018 كان أسرع عضو في فريق التتابع للرجال في بطولة وورلدز ماسترز لألعاب القوى في ملقا. الفيديو اللي ظهر فيه المسن السبعيني وهو بيجري انتشر بشكل كبير جداً وحصد ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات اللي أشادت بأدائه. من هنا وبقى مايكل كيش صاحب السبعين سنة أيقونة على السوشيال ميديا، وبدأت الناس تشارك الصور بتاعته أثناء السباق وبيهتفوا باسمه بعد النتيجة القوية والاستثنائية اللي حققها في الجري، وخلى وسائل الإعلام العالمية تبرز إنجازه بشكل غير مسبوق. هو بدأ يعني يجري ويتمرن من هو عنده 59 سنة، فإحنا النهاردة شايفين أنه قطع 100 متر في 14 ثانية، إنجاز كبير يمكن الناس ما تتخيلش أنه ممكن حد في عمره يوصله. يعني في الحقيقة هدير 59 سنة زي ما أنت بقى بتقولي، وبدأ اللي هو يعني الستارت أو البداية الحقيقية بتاعته في وقت متأخر. عارفة رد على أي حد بيعلق اللي هو على شماعة أصل أنا اللي كان بيلعب رياضة ده كان بيلعبها وهو صغير، لا مفيش أي مبررات. ده بالإضافة لصحته، يعني أي حد كده تابع أي حد بيلعب رياضة هتلاقي دايما زي ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم، فعلا بيبقى ذهنيا مدرك، ما بينساش كتير، صحته كلها بقى الصحة العامة بشكل عام بتبقى أفضل. فيعني دي دعوة من هنا بقى من صباح الخير يا مصر، كلنا فعلا كلنا نهتم بالرياضة لأنها بتنهي على كتير قوي من يمكن الأمراض المزمنة كمان اللي بتبقى موجودة، ضغط، سكر، قلب، غيرها، كل ده يعني بيتلاشى تماما مع ممارسة الرياضة.